الله. عيدكم مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. الله يحفظك. وان شاء الله عيد على الجميع سعيد. وها هي شلون العيد وياك؟ والله الحمد لله. اي ما دام احنا بوجود عائلتني واصدقائنا ان شاء الله عيد سعيد. زين تتجمعون جمعه مال العائله دائما؟ اكيد اكيد احنا من النوع اللي نحب التجمعات العائليه والطلعات وهيك اشياء، فكلش نحب الاجواء العائليه. زين شو اليوم بنوتيه الطلعه صارت؟ اي صحيح طلعنا اليوم كطلعه بس بنات، لانه قبل يوم كنا طالعين طلعه عائليه. اي وين تاخذين راحتك تجوال مع الشباب يعني اقرباك؟ صراحه احنا صايرين كعائله كلنا اخوه واخوات، فعادي ناخذ راحتنا وين الاثنين. زين انت يا طلعه ويا الماما والبنات؟ ويا ماما واختي واخواتي واقاربنا. اي تسلسلك الاخيره وسطانيه. اي والله قلت الوسطانيه سباعيه بالبيت صدق؟ صحيح صحيح. ليش دائما الوسطاني سباعيه؟ نقدر نقول متحمل المسؤولية. اي شاف ما بين الكبير والصغير. صحيح مو؟ صحيح. زين بالعيد المن يعني فد شخص انت زعلانة عليه زعلان عليه عايدتي انت بادرتي؟ لا والله انا من نوع ما احب الزعل والهاي. فان شاء الله عيد سعيد على الكل، احب اعايد عائلتي خواتي واخواني وعمامي وكل صديقاتي. ان شاء الله يا ربي كلهم بخير ويا رب يمر عليكم هذا العيد بخير وبركه. ان شاء الله. امنيه خاصه لك؟ ان شاء الله التوفيق بالدراسه والنجاح من سنه على سنه. ان شاء الله. انت يا مرحله؟ هسه انا كملت الثالث، هسه امتحنت ومنتظرين النتائج. ان شاء الله رابع اعدادي؟ ان شاء الله. يلا موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. تحياتي العائله الكريمه. شكرا. هلا هلا.